تصاعدت هوادث سكان العراق بعد انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة بعد تشغيل تركيا لسدها الجديد أليسو وقطع إيران للعديد من روافد النهر المهمة. أولا راح تسبب مشاكل عدة، أولها هجرة الريف تصحر، راح تكون نسبة التصحر عالية جدا بالعراق. المشكلة راح تزيد أيضا مسألة الزراعة، يعني استيراد المواد الزراعية راح تزيد أزيد بعد، والزراعة المحلية راح تموت نهائيا، تنتهي عندنا. هاي مسألة. المسألة الثانية، احنا المي الشرب حاليا ما نشرب من الحنفية، نشتري دائما من هاي الدبات الموجودة نشتريها شرب. عاد مسألة المولد وغيره، فراح تنضاف على كاهل المواطن العراقي مسألة المياه. أزمة انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة لن تتوقف عند حدود مدينة الموصل، بل هي مرشحة للوصول إلى شط العرب في البصرة، وستكون لها تداعيات سلبية حاضرة ومستقبلية. مستقبل المياه إذا الحكومة العراقية لم تقوم بإجراءات سريعة وطارئة سوف يكون الاعتماد فقط على سد الموصل، وبالتالي أزمة المياه ستمتد من مدينة الموصل الحدود الإدارية لمدينة الموصل إلى شط العرب. أما عبد الجبار عبد الله مدير الموارد المائية في محافظة نينوى فقد كشف أن وزارته وضعت خطة لمياه الشرب وسقي البساتين فقط، وهذه الأزمة أثرت على محافظات جنوب العراق أكثر من تأثيرها على شماله. وزارة الموارد المائية وضعت خطة لهذا الموسم، ألا وهي أن الزراعة الصيفية لا توجد زراعة صيفية لهذا الموسم، وإنما الخطة الموجودة فقط لمياه الشرب وسقي البساتين الموجودة في المحافظات الجنوبية. فالحقيقة المحافظات التي تأثرت بهذا الانخفاض هو المحافظات الجنوبية أكثر مما تأثرت المحافظات الشمالية. اليوم عندنا منسوب السد بحدود 310 منسوب، بينما كان في السنين في مثل هذا اليوم في العام 2017 كان بحدود 318، فهذا صار إخفاء، يعني انخفاض واضح أو كل واضح في ارتفاع الماء في سد الموصل، وهذا يؤدي إلى تقريبا إلى 3000 متر مكعب قلة في الخزن عن السنين الماضية. جفاف نهر دجلة أزمة أخرى تعصف بالعراق وسكانه، لتضاف إلى جبال الأزمات الأخرى التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية بسبب سوء إدارة الدولة والفساد الحكومي والتناحر بين شركاء العملية السياسية.